قالوا على الناس يستوفون وإذا قالوا وذنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عسيم إذا تتلى عليهم آياتنا كانوا يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وأكرمه فيكون ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجي يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أوتوا
البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bye.
ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وصحيحه مزيانه. في هذا الجزء الثاني من الفيديو بغيت نناقش واحد النقطه مهمه اللي ضراتني في راسي هذه مده نيت، الا وهي هاد السؤال اللي كنشوف بزاف، كيف داير الرجل الباكستاني؟ اختي اخويا، الرجل الباكستاني راه رجل عادي، ماشي جاي من شي كوكب غريب. كنا ولاد آدم وأمنا حواء، هو مخلوق عادي، عنده أعضاء، عنده عقل، عنده قلب، فحال الرجل المغربي، فحال أي رجل في العالم. وأنا ماشي جيت هنا باش نقول الباكستاني أحسن أو أسوأ من المغربي أو العربي أو الأوروبي. الناس سواسية عند الله سبحانه، تفرق بيناتنا الدين والتقوى والأخلاق. الإنسان اللي عندها خطيبها من باكستان أو آسيوي بصفة عامة ما خصهاش تسأل كيف داير الباكستاني، كيف داير الهندي، كيف داير البنغلاديشي. راه هو كإنسان عنده تركيبة ديالو بوحدو، حتى واحد ما غادي يقول لك وكنفيرمي لك لا راه إنسان مزيان ولا خايب. أنت خاصك تعرفي الشخصية، تعرفي على الشخصية والتركيبة السوسيولوجية ديالو. وعاود الناس اللي كيقولوا كيف دايرين الباكستانيين، راهم ناس عاديين، فيهم المزيان وفيهم الخايب، فيهم اللي متخلقين، فيهم اللي لا، فيهم النقيين وفيهم اللي ما كيهتموش، ما على بالهمش النقا والوسخ. راهم من طينة البشر، يعني ما جوش من كوكب تاني. يعني هاد الأسئلة غادي تبقى بدون إجابة. كل شيء على حسب الشخص والعائلة ديالو والباك جراوند ديالو في الدراسة والتعليم والأخلاق والشخصية وطريقة التفكير وطريقة التصرف. نفس المجتمعات الاخرى، راه حتى الرجل الاوروبي كتلقاو اللي كيضرب مرتو اللي مزيان، والرجل العربي كذلك، كاين اللي عنده اخلاق وكاين اللي ما عندوش. المجتمعات هكا فيها اسس مختلطه، عوامل متعدده اللي كتدخل في تركيب الانسان بصفه عامه. غير هو واحد النقطه مهمه بغيت نشير لها، هو ان المجتمع الباكستاني كيتميز بواحد البلاس، يعني واحد الحاجه زايده. شنو هي؟ هو انهم عندهم عائلات محافظين، مجتمع محافظ بنسبه كبيره. ما كينسالخوش على الشجره العائليه ديالهم، متشبتين بالتقاليد والعادات ديالهم، وكيعطيو قيمه لمعنى الاسره والحفاظ على الاسره. هادشي ما كيعنيش ان ما عندهمش الجانب السلبي، لا، كاينين الجوانب السلبيه، وكاينين حتى فئه منهم اللي خارج على هذا النظام. باختصار، كله فين طاح رزقه هذا مكان. شكرا لكم وبسلامه.